السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة كروشي وبوصفات ليلى. اليوم فيديو جديد على القناة، شاركت معكم طريقة تحضير خبز بالدقيق القمح الكامل بدون فورس وملسم، كيجي رائع جدا. بالنسبة لدقيق القمح الكامل، باش مني تاخدوه من الطاحونة قولوا ليه انه يطحنوا لكم مزيان كيولي الطب بلا ما يخصكم انه تضيفوا الفورس، كتكتفيو فقط بالقمح الكامل. حتى في المسمن يمكن لكم ديروا القمح الكامل بوحدو كيجي ناجح، خاصو يكون مطحون مزيان، هذا هو السر ديال نجاح ديال الخبز باش ما كيجيكمش مدقص. الاغلبيه كتقول لك ما كتبغيش تجمع ليا العجينه، فخاص الدقيق يكون مطحون مزيان. بالنسبه للمقادير هنايا درت واحد جوج زلايف ديال دقيق القمح الكامل، غربلت هذيك النخاله اللي غليظه بزاف، خليت فيها غير كاس، درت غير كاس ديال النخاله غليظه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الحبه السوداء او السانوج، عندي قبيصه ديال الملحه، وعندي معلقه ديال النافع كيعطي واحد المذاق زوين في الخبز، واحد الرائحه كتجي فيه زوينه، كيجي من السم. وغادي نضيف زريعه الكتان هنايا مطحونه، كندير معلقه كبيره وكنخلط العناصر. اللي ما عندوش العجينه يعجن في القصريه، غير العجينه خاصها تدلك مزيان. ناخذ واحد الكاس وندير فيه معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، ومعلقه صغيره ديال العسل، وغادي ندير ليهم الماء دافي ونخلطهم مزيان ونخليها تفاعل شويه. ونضيفها الدقيق القمح الكامل ونبقى كنضيف الماء دافي بالتدريج، وانا كنجمع في العجينه. كتسدلك مزيان مزيان حتى كتولي رطبه، شفتوا معايا كيفاش كتولي العجينه، كتكون خفيفه ماشي جاريه وماشي قاصحه. هنايا غادي نجمعها بالاصابع، تشوفوها معايا كيفاش كتكون، كتكون خفيفه. هذا هو سر نجاح ديال العجينه ديال الخبز، كتكون بحال هكا باش كيجينا خبز رطب ومنفوخ، ما كيجيش مدقص. صافي، هنا كننزل العجينه ديالي في القصريه باش نغطيها ونخليها تختمر، يتضاعف الحجم ديالها، وندوزو باش نصوبوها خبيزات. هنايا بعد ما خمرات العجينه وتضاعف الحجم ديالها، غادي نجيب البلبوله باش نقرصها، والنخاله الغليظه. هنايا كندير شويه ديال الماء في اليد ديالي وانا كنجمع فيها باش ما تلصقش ليا في اليد. صافي، هنايا كنشكلها خبيزات، كديروا القياس اللي بغيتو، يمكن لكم ديروا صغر من هكا. صافي، هنا كندير البلبوله باش غادي نقرص، شي وحدينات غنديرهم بالبلبوله وشي وحدينات غنديرهم بالنخاله الغليظه. هنايا كنجمعها بهذا الشكل هذا وكندوزها في البلبوله وكنحطها جانبا حتى كنكمل الخبيزات كاملين، ونرجعو نقرصو كل وحده من الاول. كيجي هاد الخبز فيه واحد المذاق زوين، كيجي داير بحال المحراش، هادو اللي بالبلبوله.
كيجيو زوينين مع زيت الزيتون في الفطور، نفطرو بيهم صافي. هنايا كنتابع بنفس الطريقه الخبيزات اللي بقاو ليا بالنخاله الغليظه. كنجمعها وكنقادها وكندوزها في النخاله الغليظه. وكنتابع بنفس الطريقه الخبيزات اللي بقاو ليا ونرجعو باش نقرصوهم. كناخد شويه ديال البلبوله وكنبدا بالخبيزه الاولى اللي صوبت، كنقرصها وكنقرصو انا مزيان، كيتنفخ مازال ملي كيخمر وكيتنفخ مازال في الفران. كنفرش اللاطة بورق الطبخ وكندير الخبيزات ديالي باش كندخل اللاطة النيشان ملي كتخمر للفران. كنقرص الخبيزة الثالثة هي بنفس الطريقة وكنقرص الخبيزات بالنخالة اللي بقاو ليا. هنايا كنديرهم النيشان في الطاوة باللي كيخمرو، كنسخن الفران وكندخلهم باللاطة صافي. هنايا غادي نغطي عليهم ونخليهم يخمرو. هنايا ما الخبيزات ديالي خمرو الفران كيكون سخون مزيان، كنتكهم بالفرشيطة وكندخلهم يطيبو من التحت ويتحمرو من الفوق. وهادو هما الخبيزات ديالي، كيجي بحال المحراش. شفتوا معايا كيفاش دايرين رطبين؟ وكتجي فيهم واحد الرائحة ما نقولش ليكم. شفتوا معايا كيفاش كيجيهم فشفشين من الداخل. هنايا غادي ندوز باش نقطع معاكم وحده باش تشوفوها معايا من الداخل كيفاش كتجي. شفتوا معايا مثقب من الداخل باقي سخون الخبز، هنايا باقي الدخان ديالو كيخرج منه واحد الرائحه ما نقولش ليكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش دعموني بالاشتراك في القناه باش يبقى يوصلكم دائما كل جديد. ونتلاقاو في الفيديو المقبل إن شاء الله.